أعزائي المشاهدين والمتابعين، اليوم السبت في كل مكان، تحياتي لحضراتكم من أمام منزل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بقرية بني مر في محافظة أسيوط، وهذا البث المباشر إحياء لذكرى وفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 28 سبتمبر لعام 1970. جمال عبد الناصر واحد من الزعماء أو أهم زعماء العرب في تاريخ الوطن العربي، بتمر طبعا ذكرى رحيله أو النهاردة ذكرى رحيله 54. طبعا جمال عبد الناصر ولد في 15 يناير عام 1918 في حي باكوس الشعبي بالإسكندرية، ولكن يعود نسبه إلى هنا إلى محافظة أسيوط، حيث جمال عبد الناصر والابن الأكبر عبد الناصر حسين اللي اتولد في عام 1888 في قرية بين مرة التي أقف فيها الآن في صعيد مصر في أسرة من الفلاحين، ولكن طبعا والده حصل على قدر من التعليم سمح له بأن يلتحق بوظيفة في مصلحة البريد، ثم انتقل إلى مصلحة البريد في الإسكندرية. طبعا مسيرة جمال عبد الناصر مليئة بالزخم السياسي الكبير، بدأ طبعا حياته وفي 19 من عمره حيث التحق بالكلية الحربية، طبعا إلا أن محاولته في البداية باءت بالفشل، فاختار دراسة القانون في كلية الحقوق في جامعة فؤاد، ولما أعلنت الكلية الحربية عن قبول دفعة استثنائية تقدم بأوراقه ونجح في هذه المرة وتخرج فيها برتبة ملازم تاني في يوليو 1938 عام 1938. طبعا جمال عبد الناصر من يعني الزعماء العرب اللي لا يخفى تاريخه عن كافة يعني المصريين والعرب. بيان وفاة جمال عبد الناصر واحنا بنتكلم طبعا عن ذكرى وفاته، ألقى حينها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر اللي كان نائب رئيس الجمهورية طبعا البيان الشهير اللي بدأ فيها كلامه بمقولة فقدت الجمهورية العربية المتحدة وفقدت الأمة العربية وفقدت الإنسانية كلها رجلا من أغلى الرجال وأشجع الرجال وأخلص الرجال، وهو الرئيس جمال عبد الناصر الذي جاد بأنفاسه الأخيرة في الساعة 6:15 من مساء يوم 27 رجب 1390 هجرية الموافق 28 سبتمبر 1970، بينما هو واقف في ساحة القتال يكافح من أجل وحدة الأمة العربية ومن أجل يوم انتصارها. طبعا وقتها تعرض الرئيس جمال عبد الناصر يعني إلى نوبة قلبية حادة بدأت أعراض عليه في الساعة 3:15 بعد الظهر، وكان قد عاد إلى بيته بعد انتهائه من مراسم اجتماع مؤتمر الملوك والرؤساء العرب اللي كان موجود في القاهرة طبعا يعني. وكان وقتها الرئيس جمال عبد الناصر حاول بقدر الإمكان مناقشة كافة القضايا وقتها الخاصة بالأمة العربية اللي كانت بتشغله، وكانت يعني كل توجهاته لم تكن مصر حينها فقط، ولكن كانت كل الدول العربية تشغل هذا الرجل. هذا البث المباشر اللي احنا حضراتكم موجودين فيه الآن من طبعا أمام منزله أو منزل جده أو هذا المنزل الذي ولد فيه والد جمال عبد الناصر، زي ما نقول لحضراتكم يعني كان جمال عبد الناصر ده الابن الأكبر لعبد الناصر حسين جده اللي اتولد في سنة 1888 هنا في قرية بني مر في محافظة أسيوط. طبعا جمال عبد الناصر قضى مراحل تعليمية مختلفة، سواء في المرحلة الابتدائية بعد ما التحق بروضة الأطفال بمحرك بيك بإسكندرية، الابتدائية في الخطبة في عام 23-24. طبعا جمال عبد الناصر في 25 كان في مدرسة النحاسين الابتدائية بالقاهرة، وكان عند عمه خليل حسين في حي شعبي استمر هناك لمدة 3 سنوات. جمال عبد الناصر في المرحلة الثانوية التحق في القسم الداخلي في مدرسة حلوان الثانوية، قضى فيها عام واحد، ثم بعدها في العام التالي في سنة 30 ذهب إلى مدرسة رأس 60 الثانوية بالإسكندرية طبعا بعد أن انتقل والده إلى العمل بمصلحة البسطة هناك. جمال عبد الناصر تاريخ حافل إلى أن وفاته. يمكن هذا المنزل جمال عبد الناصر جه
في أكثر من مرة وقت أن كان يخدم هنا في المنطقة الجنوبية العسكرية بصحبة عدد من الضباط الأحرار اللي استقبلهم حينها جده عبد الناصر حسين في هذا المنزل الذي ما زال شاهد على تاريخ كبير للزعيم الراحل خالد الذكر جمال عبد الناصر. يمكن دي كانت كل أو بعض المعلومات المتعلقة عن حياة هذا الزعيم في ذكرى وفاته. كنت معكم من هنا من أمام منزل جد الزعيم جمال عبد الناصر هيثم البدري مدير مكتب اليوم السابع محافظة أسيوط، وشكرا لطيب المتابعة.